ده بيبقى انت خد موبايل اتصل انت موبايل شوف رقم هذا حاجه رقم تليفون هذا اس تي سي ولا موبايلي ولا سن فريندلي لا فريندلي انا فريندلي كلبان ذن في تاني اس تي سي طيب اوكي بعدين انا عبي لك الكارت كيف يتعبى انا اقول لك انا عندي اس تي سي ايوه بعدين ابي اعوض انت ابي بعرف اس تي سي في ابي ما في اس تي سي ما ابي صح ايوه صح انتوا يعني تبغوا تسافروا دبي؟ لا لا يبغى موبايل هو يقول هذا ما في كويس. اوكي. دراني. ها؟ ايش دراني؟ يبغى موبايل انا كلام حاسه ليه مكان انت روح روشان مول روح صندوق روح اي مكان فيه حاسه موبايل. في سوق بوادي في في ريد سي مول كويس في جوال ريد سي مول ريد سي مول غالي غالي؟ يس بيب بات تو ماتش ماني ريد سي مول يو ريد سي مول Sid, what is this? Oh, it's for game? Game, play. Oh. Big, big. It's the one they are opening. Open for your blood.
جاء اليوم؟ لا ما جاء. ما يجي بالليل؟ لا لا ما يجي. اليوم ما شاء الله اثنين انت هنا؟ ايوه ان شاء الله. انا في الليل برجع ان شاء الله. ما شاء الله هذا موقف السيارة حلو. هذا موقف سيارة بعدين اركب بس تجيب هنا ملاهي. حق الملاهي حق الباص حق الملاهي هذول بس حق الملاهي. سيارة صغير باركن هنا. ايوه. بعدين اركب بس. هو تجيب هنا ملاهي شوف. اوكي يعني ملاهي ما عنده موقف. ما في موقف. ايوه. وبعدين ما اقدر ناس شوف من هنا. ما اقدر برجول اروح هنا. ايوه طبعا ايش بك انت؟ عشان اخذ فلوس هو فلوس. لازم فلوس فلوس هذا فلوس مرة. فلوس فلوس يسوي كسلانة فلوس يسوي كل شيء. فلوس ما لو في فلوس لا يمشي. لا يمشي بالرجل ايش بك انت؟ فلوس ما في لو في فلوس حتى شيل راس. ايه ممكن واحد كلام انا اعطيك 100 ريال ودي بلاهي انا اشيل من اللي اوديك والله جيب 100 ريال صح؟ ايوه عجيب هذا بعد لا هذا ملاهي هذا ملاهي يمي الملاهي ونجون وعدسي تقف هذا ملاهي نو بدا مدسي لال ما هذا جزاوة تشي لال لاتشو ينو مقبيو باركين قوزا ينو قوزانو بچا بس تزگایتو لاتشو هان من باركين قاچو مدنا چونزا قوماتشو وزیزانا ملاهي بدام دسی لال سارا በጀርባው አያችኋለሁ ኢንሻአላህ በጣም ቆንጆ ማለት ነው አዲስ የተከፈተ ማለት ነው ማለት ዘራ ማለት ትችላለህ 15 50 ኦ በጀርባው ደሞ ዩ ባህር ዳር ነው ያለው በጣም ደስ ያለኝ ይሄ ባህሩ ነው ታያችሁ የሚጫወቻው ደስ የሚል ማለታችሁ ዘያ ማለት ትችላላችሁ የመግቢያ ዋጋ 50 ብር በተለይ ትንጻል ልጅ አለው ያለው ሰው ማለት ነው መዝናናት ይችላል በጣም ቆንጆ ነው የመግቢያ ዋጋ ዛሬ ደሞ ወረቹ ወረቀታቸው ደሞ ወረቀት ያለው ሰው ይላሉ መሰለኝ ያኔ ሆነን የሚሰጡት ወረቀት አለ ለዛ ወይም እዚህ ሀገር ምንድነው ይሄ ደሞ በወረቀትሽ በይጋ መስም እንደ በወረቀት እንትን ብሎ መሰለኝ እና ብቻ ደስ የሚል ነው ቆንጆ ነው ያው ገብቻ ለይሁትም ኢንሻአላህ አንድ ቀን ደሞ ገብቻ አሳያችኋለሁ ቢኢዝኒላህ ይሄንን ይመስላል በጀርባ በፊት ለፊት ያ ነው ያያችሁት መግቢያው በሄ ግን እንደዚህ በጀርባ የሚታዩ ይሄን ይመስላል ድዋው ደስ ይላል ባህሩ ደሞ ይሄ ነው እዛ መጣር አወል መሰለኝ መጣር አወል ነው የሚባለው መጣር መሰለኛ እናም ይሄንን ይመስላል ባሩ ደሞ በሌላ ቪዲዮ ኢንሻአላህ ቪዲዮ ቀርጬ አልቀላችኋለሁ በሞላ ባሩ ማለት በጀርባም ያለው እኛም እንኖርበትን ባህራችን ተብያዩን ነው እንጥጨ ቀርጬ አልቀላችኋለሁ እናም ተከታተሉን ቤተሰቦቻችን ተከታተሉን እናመሰግናለን የምታዩን የማታውቁንም ደሞ እውቁን ልትዋወቅ ያላ ባይ ደህና ሁኑ።
ነው።